مشاهدي قناة لوناف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الروبورتاج الخاص بمعرفة الأثمنة ديال الخضر والفواكه وكذلك الفواكه الجافة من السوق النموذجي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة الزرير. أجوا معنا. عليكم السلام ورحمة الله. مازال كاين لاباس؟ بخير وعلى خير الحمد لله. تهنى الوقت. بخير وعلى خير الشريف. واخا انا راك نسقساك الأثمنة بالنسبة للكوكو ماشي السكر. كوكو راه السكر 660 ريال. 660 يعني 33 درهم. 33 درهم. بالنسبة للقريشلات؟ القريشلات 240 ريال. اللوز. اللوز 70 درهم 1400. 1400. أييه. اللوز ديال البلاد ديال العروبية. ديال البلاد ديال البلاد ديال البلاد. وراه رخيص اللوز. أييه. اللوز راه رخيص. رخيص بالنسبه بحال دابا المدن الكبيره كيبيعوا اللوز ب 90 درهم وغير ديال اسبانيا ماشي ديال البلاد. لا ديال هنا سيدي كنبيعوا ب 1400 ريال. 1400 70 درهم. 70 درهم. وبالنسبه لذوك الحلويات اخرين بحال هذه شحال دايره؟ نعم هذه 240 ريال. 240 الكيلو. بالنسبه لهذه الاخرى هذه القريشلات في الشكل الاخر. كيف 240 بحال بحال. وبالنسبه للحنه شحال الكيلو؟ الحنه 500 ريال الكيلو. القرقاع. القرقاع 70 80 درهم 14. والتمر؟ التمر هذا ديال الخارج 700 ريال الكيلو. والاخر والاخر ديال البلاد؟ السكري ديال البلاد قليل ديال البلاد ما كاينين شي باكيات 240 ريال. يعني 12 درهم والاخر ديال الخارج شحال قلتي؟ ديال الخارج اسيدي 700 ريال 35 درهم. 35 درهم الكيلو. يعني بالنسبه للاثمنه ديال التمور والكاوكاو. كاوكاو راه في المستوى حبيبي راه متنوع الجامعه حبيبي. كاين شي اقبال كاين شي بيع وشراء في هذا المنطقه؟ البركه الحمد لله بركه الله يجعل البركه بخير وعلى خير الحمد لله. شكرا جزيلا لك. بارك الله عليكم اسيدي. شكرا لكم اخويا. مشاهدي قناه لوناف تي في معنا احد الباعه اللي كيتواجدوا بالسوق النموذجي ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كي داير لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله كلشي مزيان. قول لي السميه بعدا. حكيم. بالنسبة للأثمنة ديال الخضر والفواكه دايرها؟ الأثمنة شوية متقلبة. بالنسبة للفريز؟ الفريز تيدي 13 درهم. الليمون؟ الليمون 4 درهم، أربعة ما بين 4 و 3. ما بين 4 و 3؟ ما بين 4 و 3. البواويد؟ البواويد ما بين 20 و 16 17، المهم على حسب الجودة. وبالنسبة للبنان؟ البنان 10 9. مطيشة؟ مطيشة هي اللي ما يمكنش تحكم عليها دابا السوق هي تضر. لا بالنسبة حاليا شحال دابا؟ راه كاينة حتى 12 10 اللي كاينة ولكن بحال الأسبوع اللي فات وصلت حتى لسبعة. يعني الأسبوع اللي فات كانت نزلت لسبعة درهم ودابا طلعت ثاني 10 11. هي على حسب لومبالاج تتهبط وتطلع. وبالنسبة للبصلة؟ البصلة على اليابسة راه تتكون 6 درهم حيت اليابسة تقدر تكون قليلة، أما الخضرة دابا تتوجد 4 درهم 4 ونص 3 ونص. هذا هو الثمن ديالها. وبالنسبه لمولات القرون الفلفله؟ الفلفله هي اللي دايره الثمن 15. 15 درهم؟ 15 في هضره الخضراء. بالنسبه للدراغو الصفراء والحمراء راه 25. الصفراء خلاص ما تنديروها. الصفراء والحمراء 25 والخضراء 15. 15 هذه دابا هي اللي دايره سميتو. المهم بالنسبه لهذا العام هذا اول عام تتلقى في رمضان ان الخضراء غلا من الديسير. ما عمر كانت هذه، ديما في رمضان تتلقى ان الديسير هو اللي طالع. هذا العام العكس، الخضراء طالعه على الديسير. وبالنسبه للبطاطا؟ البطاطا في الموتاو 3 دراهم 3 ونص، هادشي اللي كاين في البطاطا. اللفت؟ اللفت ما في رمضان تيولي رخيص، ما تيكونش عليه الهزان. الخيزو؟ الخيزو 4 دراهم الجديد، 3 دراهم القديم. انتما كتسمعوا مشاهدينا بالنسبه للاثمنه حاليا الفلفله هي اللي طالعه شويه دايره 15 درهم، وبالنسبه للمطيشه 11 درهم، وبالنسبه للاثمنه الاخرين حسب الباعه دائما كتكون ما بين 3 4 حتى 5 درهم، اللي غاليه 5 درهم، ولكن الى حيدنا المطيشه والفلفله شي اخرى في المتناول. الحاجه اللي تتهز دابا في هذا رمضان هي الباربه والخيار، 5 درهم دابا هي اللي كاينه ما بين الباربه والخيار 5 6. دونك الى هذا في المارشي، ولكن في السوق ممكن يكون قل. لا في السوق انا تنبيع في السوق وتنبيع في المارشي، يعني الباربه بعناها نهار الحد في السويقه نيت ب 5 درهم 6 درهم، وهنا نيت 5 درهم 6 درهم، يعني راه ما كاينش الفرق في الثمن، كاين شي فرق، يقدر تلقى شي بعض المرات شي 10 زايده ولا هذه على حسب الجوده، فهمتي؟ لا غير على حسب الجوده، ما راه نفس السلعه، حيت نفس منين تجي السلعه للسوق تجي للمارشي من نفس
نفس المورد هو اللي كاين. لا انا دابا بغيتك تقول للمواطنين انه الفكر اللي عند المواطنين انه كيتسناو حتى السوق الاسبوعي باش يتقضوا الخضره والفواكه، كيديروا مع دايرين في راسهم انه المارشي غلى من السوق الاسبوعي. لا ما كاينش، نفس الاثمنه تقريبا، نفس اسميتو، نفس الثمن، لا في المارشي لا في اسميتو. بالنسبه للسلعه نفس الثمن باش تبيع هنا راه تنبيع كما قلت لك هنا وفي السوق، راه تنبيع مثلا البطاطا هنا ب 60 راه تنبيعها في السوق ب 60، البصله ب 6 دراهم راه حتى هي 6 دراهم، يعني ما كاينش الفرق. الفرق اللي كاين هو في الاخر ديال السوق، فاش تبقى عندك ديك السلعه اللي راك عارف الخضره فيها ديتي وكذا هي فاش تطلق، اما في الصباح راه نفس الثمن ما بين السوق وهنا، ما كاينش شي فرق. بالنسبه للتفاح، التفاح ما بين التفاح ما مقادش، راه كاينه من 8 دراهم حتى ل 12 درهم. شكرا. المليح راه 12 درهم. اذا انتم سمعتوا مشاهدينا بالنسبه للاثمنه الخضر، حاولنا ناخذوا الاثمنه ديال الخضر كما قال لكم البائع ديال الخضر انه الحاجه الغاليه هي الفلفله ومطيشه، وكما قال على اللسان ديالو انه لاول مره كتكون الخضره غلا من من من, من الديسير. شكرا. الو السلام عليكم، معكم فندي عبد الله بائع الفواكه الجافه. السكري 40 درهم، الحمص 20 درهم، كاوكاو 33 درهم، حلوى الشباكيه 25 درهم، التمر ديال الجزائر 40 درهم، مصريه 20 درهم، تونسيه 35 درهم، اللوز 40 درهم، القرقاع 40 درهم. بالنسبه للعطور، البزار 60 درهم، السكنجبير 40 درهم، التحميره 50 درهم، القزبور 20 درهم، الكمون 40 درهم، القرقوم 45 درهم، القهوة 60 درهم، السودانية 20 درهم. بالنسبة للقرفة 60 درهم، الكرموس 30 درهم، الخليجية 32 درهم. بالنسبة للتمر ديال العراق 16 درهم، القرقاع 80 درهم. مشاهدينا، معنا رئيس جمعية سير السوق النموذجي السي محمد، السوق اللي تعطى في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السوق منظم، احنا دخلنا صورنا، السوق منظم وبهذا الفضل ديال الجمعية ديالكم. الرحمن الرحيم. بالنسبة كما شفتوا دابا بالنسبة للتنظيم راه كاين تنظيم، وبالنسبة للأثمنة راه الحمد لله راه كاينة الأثمنة المناسبة. إذا كان شي غلا ولا شي حاجة راه من عندهم من الجمالة ولا ذاك، اما بالنسبه لهنا راه تيبيعوا الناس بالاثمنه المناسبه. احنا دخلنا سولنا واحد الخضر قال لك الحاجه اللي طالعه هي الفلفله وماطيشه شويه. واه الفلفله وماطيشه. اما بالنسبه لحنا بالنسبه لنهار الاحد مشينا درنا في السوق الاسبوع، بالنسبه لنهار الاحد لقينا بانه الاثمنه راه ما كاينش شي فرق. اش ممكن تقول المواطن ديال الازيله انهم يجيو للسوق؟ اش غنقول لك، انسان الا بغى بالنسبه يتقدى شي حاجه مزيانه وسميتو يجي مرحبا به. السي محمد، الجمعيه كتسهر على النظافه ديال السوق، وكنشوفوا السوق الحمد لله نظيف. واش الباعه المتجولين الباعه اللي كاينين في السوق ملتزمين بالقانون الداخلي ديال؟ لا الحمد لله كلشي ملتزم، الحمد لله الاخوان ديال الجمعيه تيقوموا بالواجب ديالهم، كلشي ملتزم وكلشي، حتى الاخوان ديال الباعه اللي كاينين في سميتو راه كلشي خدام بالقانون ديالو. شكرا جزيلا لك سي محمد، ورمضان كريم لك وجميع المغاربه ان شاء الله. يجزيك بخير. شكرا.